مشاهدينا الأعزاء، احنا بنسلم عليكم وبنحييكم من مدينة جوبا. واليوم احنا في حوار خاص، حوار فريد، في مكمنه أو في محتواه مشكلة اجتماعية بتواجه المجتمع السوداني الكبير. لما نقول السودان الكبير يعني نقصد السودان الكبير بجنوب وشمال، يعني مشكلة اجتماعية، وعديد منكم بكون شافوا المشكلة ده عبر الفيسبوك، وهي مشكلة تاعت زواج إحسان من شاب من جنوب السودان. فعشان نعكس نفهم من إحسان تحديدا المشكلة دي كيف بدأت، كيف أول حاجة عرفينا بنفسك ومرحب بك في جنوب السودان. سعيدة جدا بوجودي في دولة جنوب السودان. أنا إحسان أحمد آدم، مواليد 2001، مواليد الثورة أم نورمان، محلية كرري، أمينة مرأة، إدارة أهلية. درست 8 سنوات في الأساس مدرسة العامرية الخرطومة العالمية، امتحنت منها شهادة الأساس، امتحنت ثالث ثانوي من معهد ود البحر للعلوم القرآنية، درست شريعة وقانون في جامعة القرآن الكريم دفعة 2018. كالآتي: شاب يتقدم لي، تعرفت على شاب وحاول يتقدم بيتنا، ناس بيتنا رفضوا في البداية حتى من قبل ما يشوفوه وتعرفوا عليه. قفلنا الموضوع لفترة وفتحنا الموضوع تاني، يعني فتحنا الموضوع تاني، ناس بيتنا في البداية رحبوا بالموضوع، فتاني بعديها قاموا رفضوا حتى تاني من قبل ما يشوفوا. أنا قمت قلت لهم أدوه أنت فرصة تاني شوفوه، وأنا ما هعمل حاجة بدون رضاكم. أنا يوم قمت قلت كده هنا ناس بيتنا صار غضبهم الكلام ده، قاموا قالوا لي اتصل للولد خليه يجي هسي. اتصلت للولد وتلفونه ما بيدخل معي، قالوا لي لا توديني بيته لأن إحنا بنغيم في نفس الحي. مشان بيت ناس الولد لقينا الولد ما فيش، لأنه أصلا ما قاعد يقعد في بيته كتير، يعني كم مشغول دائما. فيما مشينا بيتهم قاموا قالوا احنا اديناكم البد كرامة تجي تعقدوا، اذا ما عندكم كرامية الجامع احنا بندفع عليكم. انا ما شايفة انه اولا دي طريقة تليغ ببيت انها ما غلطت، انا ما شفت نفسي غلطة ولا انا عملت غلط، ولا جزل دق باب بيتنا قال لهم بيتكم دي انا لقيتها لافة مع الودة في الشارع وما سكيتها، ولا جزل قال لهم انا لقيت بيتكم دي في خلوة مع الولد ده. من هنا انا تعرضت للضرب، تعرضت للإساءة من قبل ناس بيتنا. فأنا قمت أصرد على موقفي، أنا أصرد على موقفي. الحكاية جرت شهر و12 يوم بالضبط كده، في أمشي وتعال أمشي وتعال أمشي وتعال، وكان فيها إساءات في النص وإساءات للولد ولأهل الولد، وأمشي وتعال. وأنا كمان فيها تعرضت لكافة أنواع الحرمان، سواء كان من علاقاتي الاجتماعية سواء كان من تلفوني، يعني أنا بقيت ما عندي حاجة إلا بس أهلي ديل القعدة معهم في البيت، بقيت مفصولة من العالم بأكمله، وكنت تحت ضغط نفسي رهيب. فمرت الايام وانا كنت عاوزه اتخلص من الضغط النفسي ده، فقمت قلت خلاص انا رفضت الزواج ده. بجد انا بقيت ما فاهمه حاجه ليه، لانه انا بقيت بعيده من الولد وبعيده من التواصل، في حقائق بقت غايبه عني. قعدنا فتره ما تكلمنا مع بعض، وشاءت الاغدار انه رجعنا وتكلمنا مع بعض، وكان في سوء تفاهم يتوضح. قررنا ان احنا اول شيء نكافح ضد العنصريه ونكافح ضد الغلط، وقررت انه انا اثبت انه اختياري صح واثبت ذاتي، مع انه انا وضحت لناس بيتنا اسباب اختياري، وطلعت عشان انا ذاتي اثبت انه انا كنت على صح. اوكي يلا، برضو احنا شفنا من خلال التعليقات في الفيسبوك، يعني قالوا دي الناس اللي بتؤمن بنظريه المؤامره، انه ده مؤامره وده الشيوعيه شنو، ف انت بتقولي شنو للناس اللي انه ده حاجه مخطط صوره مضاده وكده؟ طيب انا احب اقول انه لو كل انسان بيدافع عن حقه وبناشد عن حقوقه وبناشد عن نفسه، احنا نقول عليه انه دي مؤامره وهو انسان شيوعي، يبقى ان هنا الحقوق حتضيع. اذا كان جد الدين الاسلامي، الدين الاسلامي قال لك رجع الحقوق لاسياده، وهو حفظ لنا حقوقنا كلنا، قال للوالد حق وقال للمولود حق. وفي الدين الاسلامي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. اذا جيت في المجتمع الانساني، المجتمع الانساني بيطالبنا انه نحافظ على حقوقنا دون ما نخش في حقوق الاخرين، ولو الاخرين دخلوا في حقوقنا احنا نحاول بقدر الامكان نرجع حقنا مع احترام حقوقهم. انا حاولت لمده 3 شهور و18 يوم انه انا اوصل لحلول مع اهلي، بس هم كانوا بيرفضوا، كانوا متعصبين، بيهددوا وبيشتموا. عم الولد قام قال خلاص انا كده بتكلم مع ابوك وبحاول اوصل معه لحلول، حتى اذا عاوز نستضيفه في جوبا عشان نقعد لاشكاليه الحلول احنا ما عندنا مشكله، واذا عاوز احنا نرسل له ناس في الشمال ونديه ماله احنا ما عندنا مشكله، اللي هو عاوز احنا بنعمله له.
في من عم الولد يتكلم معه أبوي هو قاعد يقول هو ما عارف أخباري، في حين أنا كنت متواصلة معه، لكن في كل مرة أنا بتواصل معه فيها بتم تحديد موقعي وبتلاحق وبتعرض لملاحقات سواء كانت قانونية أو غير قانونية أنا ما بعرف، لكن كل زل بيجيني بكلام براه، وكل ما مرة الحمد لله إحنا بنطلع منه. حتى إحنا في شارعنا ده تعرضنا لاستفزاز مادي، تعرضنا لحاجات كثيرة ما بترضى الإنسانية. وإنت قدرت تهربي كيف من السودان؟ إحنا أولا إحنا طلعنا يوم الخميس بالعصر يوم 2/9 قريب المغرب، طلعنا بيتنا في الشارع، مشينا مدينة عبرة، أول شيء مشينا مدينة شندي ثم عبرة ثم بور سودان ثم أوروما وكسلة والقضارف سنار مدني الأبيض الدلين أم روابة المجلد وخرسانة والميرم وأميت. أنا مرت بالولايات دي كلها وكنت بعاني جدا 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 ونحن في الطريق، ليه؟ لأنه كان بجد الوضع صعب وكانت كل العيون علينا والقضية كانت ما مفهومة، حتى لدرجة إنه أن إحنا في ناس ورانا اتعرضت لاتهامات لأنه هم شبكة بتاعة إتجار بالبشر، وده الاتهام حاليا اللي تعرض له عم الولد والولد، وده من قبل أهلي. وأنا والولد كنا بنتكلم مع بعض بشريحة MTN، شركة MTN قالت إنه الشريحة دي ما شريحتها، طلعتها لإزول تاني، ومع الأسف شركة الاتصالات فقدت الأمانة. ليه؟ لانها هي ما طلعت الامانه انه دي شريحتي انا وكنت بتكلم بها مع الولد، حتى هنا ذاته تضل للعداله انا بشوف، لانه دي قصه ما بضيع فيها انا براي او الولد ده، بضيعوا فيها اخرون متهمين وعندهم عيال وكمان هم من حقهم انه حقوقهم تطلع. خلاص طبعا في واحده من فيديوهاتك انت قلت انه السودان اتغير، السودان بقى جديد ومدنيه وكده، هل دي كان بس حاجات بنشوفها في الاعلام ما في الواقع، الناس ما تغيرت؟ على ما أعتقد الثورة ظاهرية، على ما أعتقد كده تم مصادرة الثورة السودانية، أو النسيج الاجتماعي السوداني من جوا ما يتغير، أو في سوء تفاهم أنا ما أعرف، حأترك الخيار ده وأنا ما حأحكم طبعا كده طوال، لأن الحكم حاجة صعبة، ويمكن في سوء تفاهم والشعب السوداني يمكن ما فاهم قضيتي مزبوط. خلاص بعيد عن السياسة، طبعا السياسة كلامه كثير وكده، خلينا في قضيتنا ومشكلتنا. أوكي بالضبط الحاجة الأساسي الأول خلى الاسم شنو يعني أهلك يرفض إنه جنوبي. جنوبي بس؟ أيوة هم عاوزين زواجانة من جنوبي. ما له جنوبي، هو زول مسلم. نعم هو زول مسلم، لكن عيروه بأسرته، أساءوا أسرته، أساءوا عادات الجنوبيين وأصولا، عشان كده قالوا هم ما دايرين، في حين انه ما من الانسانيه انك تعير انسان بحاجه هو ما عنده ذنب فيها. وهل كان هم عاوزين يزوجوك لزول ثاني زواج اجباري مثلا؟ لا، لكن كانوا بيحاولوا يقنعوني ان انا اشوف عروض زواج ثانيه. اوكي يلا هسه كيس زي ده او حالات زي ده في كثير في السودان ظهر؟ في حالات كثيرة زي دي بتظهر في السودان، لكن بيتم غمعها من قبل الأهل وأولياء الأمور والمجتمع السوداني، يعني ما بديك مساحة إنك أنت أصلا توصل فكرتك شنو ولا بيقف معاك. وبرضو اللي بتهشني أكثر إنه يعني واحد من ال اسمه أم قالوا إنتي مخطوفة، واحد من الأوراق المروصة من لجنة أو منظمة بتعمل في حقوق الإنسان قال إنتي مخطوفة. هذا كلام مخطوفة كيف؟ لأنه حتى الفيديو بتاعك ظهر إنه أنا ما مخطوفة. قلت ما مخطوفة، ففكرة المخطوفة دي هم جابوها من وين؟ أنا ما عارفة هم جابوها من وين وكيف، لكن ظهر إنه أنا مخطوفة. حتى تقريبا في الفيديو ظهر في الورق إنه معه كان 5 نفر وخدت منديل على خشمي وغمروني وما عارفة، لكن حاجة زي دي ما في حاجة زي دي على أرض الواقع، وبسبب الكلام ده تم اتهام ناس إنهم معانا وتم جريرتهم كثير يعني. أوكي يلا هسه طبعا من خلال حديثي مع زوجك قبل الحوار هنا وقال إنتوا مشيتوا لحد إيفيوا وتعرضتوا لتهديدات، فكلمنا عن حجم التهديدات دي كان كيف ومثلت في شنو؟ احنا اول حاجه كنا قاعدين في ولايه اويل، حاولنا نتصل لابوي نوصل معاه لحلول، بس هو كان رافض، كان بيهددنا وبيسيء. انا قلت ما مشكله يمكن غضب والد،
لقيت انه الحكاية فيها علاقات ممتدة فيها نفوذ انا بقيت ما فاهمة. مشينا لشيخ من المشايخة قلنا نحاول نعقد، هو كبير المشايخة في اويل، قلنا نحاول نعقد عسى وعل ربنا يهدي النفوذ بعد العقد، وبعدين الماشي في الحلال افضل من الماشي في الحرام. فالشيخ رفض، قال لنا انتم ما عندكم عقد وما عندكم حلال تعيشوا انتم بالحرام. فحاولنا كثير مع اهلي بس هم كانوا رافضين انه يوصلوا لحلول، وكانوا هم على موقفهم، حتى هم كانوا قالوا احنا الموضوع تحدي، احنا بنتحداكم وحنجيبكم وحنعمل لكم الى اخر يعني من الكلام. برضو زول بيقول يمكن يكون في لحظه انفعال وبنرجع وبنحاول تاني، وبعد ما عقدنا حاولنا تاني بس هم كانوا رافضين ومتمسكين بموقفهم وبتهديدات، لدرجه انه قاموا قالوا احنا حنقلب القضيه شبكه اتجار بالبشر، وتم اتهام فيها اشخاص بيقولوا اخرون، انا ما اعرف الاخرون هم منو، والناس اللي كانوا يتقدموا للولد على اساس انهم هم اولياء امور. هل اذا الناس بتعمل الخير انت بتمشي تتقدم وبتخش في عمل خير يتم اتهامك على انك انت شبكه اجراميه؟ هل هنا المروءه بين الناس ما حتضيع؟ وين هنا الإنسانية والوقوف مع بعض كأخوان؟ أول وثيقة، وثيقة الزواج اللي طلعتيه ده تم وين؟ تمت في واو. في واو؟ أيوة. عن محامي ولا قاضي ولا؟ بواسطة مأذون شرعي من المحكمة الشرعية. ده برضو بقولنا لنقاط، أنا طبعا ما فهم كثير في الدين، لكن في واحد من المنتقدين انه تكلموا قلت حنيفه وما حنيفه ووضح لنا الكلام ده، لانه هو ذاته قاعد يجادل معاك انه الحنيفه بحياتك تكلمنا عنه. تمام. ده كان مجرد خطا لغوي وجل من لا يخطئ. أيوة. انا قصدي ابو حنيفه. ايوه ابو حنيفه ده هو مذهب من مذاهبنا وعلم من اعلامنا الاسلاميه البارزه. عندنا إحنا كمسلمين أربع مذاهب، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عندنا مذهب الإمام أبو حنيفة. ووجودك هنا في جنوب السودان أنت ما حاولت تتصلي بمنظمات حقوقية أو كده؟ في الحقيقة أنا حتى في أويل حاولت أوصل لمنظمة حقوق الإنسان بتاعت اليونيسيف، لقيت موظف اسمه آدم من أولاد بني راجة، هو قال حيحاول يتوصل في حلول في البداية، بس في النهاية هو دق لأهلي وما حاول يوصلنا لأي حلول، حاول يرجعني لأهلي. حتى من جيت هنا جوبا حاولت أمشي منظمة حقوق الإنسان، قالوا لي هم شكلهم ما فهموا القضية ولا كيف، أنا ما فهمتها، ما أدوني يعني حاجة مفيدة نهائيا، عشان كده أنا قلبت الموضوع رأي عام، لأنه أنا حاسة بنفسي أنه أنا في خطر مع التهديدات اللي بيجيني، مع المسار الماشي فيه القضية بجد أنا في خطر، وفي ناس معي برضو حتضيع أعمارهم يعني في السجون. على أساس وصف الجدال والجدل وكده، أنت ما فكرتي في عملية مصالحة بينك وبين أهلك أو أهل زوجك؟ ما فكر إنه يقولهم الموضوع والله وكده؟ والله المشكلة إنه هل رافضين، حتى عنده عمه جنرال في الجيش يوم اتصل قال ما في مشكلة إذا جه هنا في ناس بتجي تقعد معاه، في جهات هو حيدعوها إنها تقعد عشان تصلح القضية، بس أبوي قال إنه هو اتصل له مرة واحدة وأنا ما تكلمت معه وما بيعرف أخباري، واتهموا إنه هو من ضمن الشبكة بتاعت إتجار البشر، فكان كل الناس بتخاف لأنه بيتم اتهامها بينها هي من ضمن شبكة إتجار البشر. خلاص رسالتك شنو للناس المفروضين نفس المفهوم بتاع العنصرية؟ رسالتي للناس إنه إحنا عشان نكون أمة متحضرة ونلحق الرقب في التحضر والتقدم لازم نتخلى عن العنصرية، نعامل الإنسان بإنسانية لأنه إحنا بالإنسانية بنسمو وبنكون في الغمة، نعامل الإنسان ونحاسبه بناء على أخلاقه، بناء على حاجة يعني هو بجد محاسب بها، ما على شكله ولا على لونه ولا على أصوله العرقية ولا على قبيلته ولا على أهله، عليه هو بس كإنسان. خلاص في نهاية الحوار احنا بنشكر كثير، ونتمنى لك إقامة سعيدة في جوبا، ونتمنى انه القضية تتحلى وناس يوصل لصوت العام. ان شاء الله انا بتمنى العون الانساني كمان من الشارع الجنوبي ومن كل المنظمات الممكن تتدخل وتساعدنا في حل الاشكالية باكتر صورة سليمة سلمية، يعني بدون ما قبل ما الامور تاخد طابع تاني. في ناس بتهمني بانه انا عبارة عن سياسية، فبحب اقول لهم انا ما سياسية وما عندي اي سوابق سياسية، وفي ناس بتتهم انه انا حابة اعمل فتنة، انا ما حابة اعمل فتنة، وهل الانسان لما يتكلم عن حقوقه ويدافع عن انسان ممكن يتظلم ويقع في حاجة هو ما عنده ذنب فيها يبقى هنا هو، يبقى هنا هو سياسي او يبقى هنا هو عاوز يعمل فتنة؟
ما من الفتنة أطفال إنهم جعانين ويتشردوا، أبون يكون في السجن بالسنين الطويلة، أشوف إنه ده ما من المروءة أبدا. فأنا ما أعرف رأي الناس شنو، أكيد بهمني رأي الناس، وأنا بطلب من الناس إنها لو شافتني على خطأ تصويبني وتغويمني، وإذا شافتني على صواب تدعمني عشان أنا أكون في الأمان. وفي كل الحالات أنا عاوزة أصلا الحل، بس ما عاوزة حاجانا غير الحل. وأشكركم لتفهمكم. شكرا جزيلا. عفوا. بكده احنا بنكون وصلنا لنهايه الحوار مع الدكتور احسان، ونتمنى ان السودان الكبير او الشعب السوداني الجنوب والشمالي يعيشوا في تفاهم، لانه اي مشكله عنده حل. شكرا جزيلا. شكرا.